مكان ايليا مجموعة بيلعب في برمنجهام. يبقى ايضا اللاعب موكي لاعب انقره مكان اللاعب طبعا الموجود النهارده اللاعب مبابا في دكه البدلاء. وايضا يبدا مبوتو مكان بولاسي ويبدا بولينجي مكان اللاعب امبوكو. ادي طاقم التحكيم اللي اتحركوا عليه فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي اللي بيدير هذه المباراه واللي كان ادار مباراه مصر وتونس في مشوار التاهل. مصر تاهلت بعد ما احتلت مركز ثاني مجموعه دمت اسواطيني وتونس والنيجر، في حين منتخب الكونغو الوطني تاهل للمره 18 في تاريخه بعدما كان ثانيا ايضا مجموعه اللي كان فيها اوغندا وليبيريا وجمهوريه الكونغو. ادي حارس المرمى ماتيمبي حارس مرمى الانصار بيلعب في الدوري الدرجه الاولى في المملكه العربيه السعوديه وحارس مازيمبي السابق بعد ما شفنا طبعا الحارس الشهير كاديابا، وقبل كاديابا كان الحارس كالمبا. ادي امامنا هنا في هذه اللقطه المدرب ايبينجي الذي قاد المنتخب في نسخه عام 2015 في غينيا الاستوائيه، وكان وقتها احتل مركز ثالث، خسر من كوت ديفوار في نصف النهائي وتعادل مع غينيا الاستوائيه في ثالث ورابع ثم فاز بركلات ترجيح. ثم في النسخه الماضيه 2017 كان قد خرجت الكونغو امام غانا في ربع النهائي بهدف مقابل هدفين. ادي حكم المباراه فيكتور جوميز مش غريب علينا، ادار للاهلي خمس مباريات، ادار هذا العام يعني في دوري الابطال مازيمبي والافريقي، وايضا ادار فيتا والاهلي ومازيمبي والترجي، حكم مباراه اليوم، وكان ادار بالمناسبه للاهلي خمس لقاءات منهم نصف نهائي امام النجم الساحلي 2016، وكان ادار ايضا للاهلي كامبالا سيتي وساق الصيف في 2018. ادي امامنا هنا اللحظات قبل انطلاق المباراه، الكل بيترقب ان شاء الله النهارده التشكيل هو المتوقع، لا مفاجات. نغلق ملف مباراه زيمبابوي، نغلق ملف عمرو ورده، ونتجه نحو هذه المباراه ان شاء الله مباراتيه. وادي امامنا كره محمد صلاح يريح، لو سجل يريح، يريحنا يريحنا، لكن ما جاتش الكوره، ما جاتش الكوره، فرصه وهديه امامنا هي وصلت لمحمد صلاح، واول كوره بص امامنا هنا يا ولد على اللمسه والسند على طول هنا من جانب طارق حامد، العب لصلاح في المساحات وخلي صلاح يسجل. وكان مع ست منتخبات في تسع بطولات، كره خطيره، تسديده اول اختبار، اول اختبار هنا كره من الخطير تريزور مبوتو امامنا هو اللي شبهه على فكره كلود نوروا في بيجي نفس الحته اللي سجل منها، عدا حلوه حلوه الكوره والانطلاقه مباشر بدايه الهجمه، انطلاقات امامنا اول كره من جانب اللاعب باكومبو سريع باكومبو ايمن اشرف وطارق حامد جاي، ولكن على طول المره دي محمد النني وطارق حامد في اللقطه الماضيه والحماس ما بين اللاعبين والعتاب في الكره الماضيه. كره مبوتو خطيره، كره اللاعب اللي امامنا هو باكوم حسن هدفين وحسام حسن ومتعب، وكان سجل عبد الظاهر السقه بالخطا في مرمى في تلك المباراه. الاوبا على القائم الاول وترتد الكره من اللاعب اللي كان متقدم اللاعب تيسيرو امامنا، كره ترتد من القائم وهدف ضائع في هذه اللقطه. هذه كره الهدف الاول لمنتخب الكونغو ومحمد النني في هذه اللقطه بيهدي الملعب. كره 17 كان حكم جنوب افريقيا اخر هو دانيال بنت. كرات الركنيه خطيرين في تشكيله منتخب الكونغو في هذه البطوله. وادي امامنا هنا اللاعب بولينج هذا اليوم عصر هذا اليوم فازت بهدف مقابل لا شيء. وادي الكره العرضيه المحمدي وركنيه مطلوبه مطلوبه امامنا، هذه الكرات هذه مني فكر يسدد لكن عملها لمحمد صلاح، استلم حلو قوي وعايز يعدي لكن الكره تتكعبل وعملت سريعه الحقيقه بالخطا الدفاعي واتعملت من طارق حامد وضيعها محمد صلاح. العاليه البحث عن هدف وجول جول 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 احمد المحمدي، جول احمد المحمدي، لسه بنحكي عن المحمدي والبطولات والالقاب، فياتي هدف المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الخامس، كان قد سجل في مرمى بنين في عام 2010 وفي كوت ديفوار كان ايضا سجل في 2000 طبعا الاداء المميز واسواتيني، وسجل في مرمى تنزانيا وايضا كان من النجوم اللي بيسجلوا بقى حضورهم القوي. ادي ركنيه من جانب محمد صلاح، وادي الكره اللي اتلعبت قصيره ما بين عبد الله السعيد وصلاح، راسيه المحمدي، شوف بقى الفولو والمتابعه يركنها حلوه قوي، هدف مصري عن طريق احمد المحمدي، ولكن اراها كويس حارس المرمى الحارس ماتيمبي.
كرة محمد صلاح في منط المتابعة الحقيقة لرأسيته ارتطمت في ايد المدافع ليوندما وسجل صريا الجمهور اللي حاضر التشجيع الموفوزيلا تتلعب باقتدار الحقيقة من جانب تريزور مموتو امامنا هو لعب تيسيرون كرات الخطيرة العالية اللي بدنا يلعب كرة حلوة قوي في مساحة هي عبدالله هي عبدالله يلعب عبدالله عالية عالية شوف امامنا كرة محمد صلاح الفاول امامنا هو محمد صلاح لكن ما راحتش زي في 2013 خلال مشواره الدولي في هذه البطولة باكومبو مش ممكن العارضة العارضة الاولى اتصلحت ازاي من اللاعب باكومبو شوف الكرة امامنا ادي الرأسية وادي امامنا التدخل والكرة الرأسية من جنة ادي تريزيجيه في مشوار واحدة لصلاح مهارة تخلص مهارة تحسم مهارة هنا ومهارة هناك عملها محمد صلاح المهارة ومحمد صلاح في هذه الغارة غارة على مرمى كونغو الديمقراطية يأتي بها تريزيجيه يا ولد يا تريزيجيه على التمريرة ومحمد صلاح يسجل هدفه الرائع هدفه رقم 40 في مشواره مع المنتخب الوطني أمامنا هنا الأول هدف لمحمد صلاح في هذه اللقطة في هذه اللحظة منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب الفهود يجري جري الوحوش لكن غير رزقك لن تحوش رزق المنتخب المصري ان محمد المحمدي سجل في الدقيقه 25 ثم قمه الابداع من النجم تريزيجيه ثم مراوغه محمد صلاح هدف من ماركت وتراز محمد صلاح حط المدافع مع الحارس في خط مستقيم خلاص ماتيمبي لم يراها ولما اتحرك متاخر لان محمد صلاح فخر مصر والعرب يضع هذه الكره ويسجل بين مقابل الشيخ احمد المحمدي بمهاره عاليه في الدقيقه 25 ومحمد صلاح في الدقيقه 43 الهدف الثاني مهاره محمد صلاح حقيقه واحتفاظه بالكره بشكل رائع جدا مهارته الثاني ان شاء الله نتمنى الحفاظ على هذه النتيجه وطارق حامد والنني امامهم تريزيجيه وعبد الله السعيد محمد صلاح مروان وطلع النجم مبوتو ويدخل مكانه اللاعب ميسي تشاك إيليا الذي حل بديلا في هذه اللحظات بقى أول كرة الثانية دي تطمنهم على النتيجة وإن شاء الله الهدف الثالث هذه أمامنا تريزيجيه ومرور ومهارة والتشكيل طارق حامد الجنب اليمين أحمد المحمدي كمل حلو قوي المحمدي والكرة العالية أيمن أشرف شوفوش بيتقدم تحرك المرة دي من جانب محمد صلاح عبد الله دوره المهم وانتظار كراته لك ليه دور مهم الحقيقة في 2017 وفي كأس العالم وفي التأهل لكن طويل المايسترو لكن العصا المايسترو لسه ما اجتش ايليا مراوغ مناور ولكن هنا الخطوات اللي خدها محمد شفت المحلي عنده 20 لقاء وست اهداف وكره من هدف في مرمى ليبيريا في مشوار التاهل البديل اللي دخل لازم البطوله 86 فزنا و2006 فزنا باللقب مع مجومة تحركات امامنا مجومة الضغط الكرات العاليه لكن فين الكره موجوده محمد صلاح استلام تريزيجيه القرار فين قلتوا شراجل مره ست اهداف لكن كان ممكن اتعملت حلوه قوي من محمد صلاح رقم ثلاثه في المباراه كرة ركنية ملعوبة الكرة العالية لكن بعيدة الكرة وتطلع إلى خارج التألق هذه خطورة هنا من جانب اللاعب اليطالب ماكومبو يا ولد يا محمود أمامية على طول المرة دي خطورة من جانب اللاعب ماجوما خطرة جدا اخلص هنا اخلص وطلع كبير مع منتخبنا الوطني كرة العالية والكرة الرأسية هتطلع كرة زيمبابوي مش هنتكلم في موضوع عمرو وردة نركز مع اللاعبين هدف لكوكا ضيع هنا لكن على طول كرة كوكا تطلع إلى خارج الملعب هجمة حلوة من صناعة محمد صلاح في اللقطة كرة هدية أمامنا هو لأحمد حسن كوكا واقف حلو قوي وسدد في الدنيا كرة تعود بشكل خاطئ من جانب طارق حامد تصل على طول إلى بولينج التسديدة إلى خارج الملعب تسديدة إلى التراجع الحفاظ على النتيجة لكن المرة دي عندك مبرر عندك اثنين لا شيء المباراة الماضية كان هدف وكانت مخ 14 وادي أمامنا كرة خطرة المرة دي طريق اللاعب باكومبو لكن مشوار البداية والانطلاقة مهم إنك تاخد ثلاث نقاط لكن الأداء لازم يتطور ويتحسن شوف جمل النتيجة النتيجة مرضية فوزنا بهدف على زيمبابوي في الكرات اللي بتتلعب بالعرض الخطيرة بولينجي لكن في فاول وفي تصدي رغم ان فيها دفع وفاول وقوي جدا جوناثان بولينجي عملاق ب 85 الجنب اليمين اسماء لازم يروح اسرع ايمن اشرف يضغط بشكل افضل ايمن اشرف تمريره المره دي رايه وتسلل
تمريرات الطولية المرة دي رايا وتعمل ودي بولاس التسديدة كرة من اللاعب أمامنا بولاسي البديل يانيك بولاسي كونغو. لكن منتخب المصري الحقيقة يعني عارفة من أين يؤكل الكتف وسجل كرة رايحة أمامنا هنا من يانيك بولاسي كرة